36 يوم استغرقتها المفاوضات المضنية ما بين نادي النصر السعودي وكريستيانو، انتهت بالتوقيع على أكبر عقد في تاريخ هذا اللاعب وتاريخ كرة القدم العالمية ب 500 مليون يورو لمدة موسمين ونصف. الآن يتقاضى رونالدو بكل موسم 200 مليون والنصف طبعا 100 مليون يورو. وبعد انتهاء العقد سيعمل رونالدو كسفير للمملكة العربية السعودية حسب ما تناقلته طبعا وسائل الإعلام السعودية وبرامجها الرياضية. طبعا العقد أيضا هذا المبلغ الخرافي أيضا تداولته معظم المواقع الغربية والعربية. طبعا هذا العقد رونالدو بعد أن فقد كل أمل في أن يلعب مع فرق أوروبا الكبيرة اتخذ قراره النهائي بالتوقيع لنادي النصر السعودي. هذه المفاوضات لم تكن وليدة اليوم وإنما هي ابتدأت من بطولة كأس العالم في قطر وتحديدا في نصف هذه البطولة عندما تأهل المنتخب البرتغالي إلى الدور الثاني من البطولة. بعد المقابلة الشهيرة مع الصحفي الشهير مورغان، رونالدو فقد كل أمل في أن يلعب لأحد فرق أوروبا الكبيرة، وبالتالي هو كان أمامه خيارين فقط، أمامه كانساس سيتي الأمريكي والنصر السعودي، على أنه في مسألة جدا مهمة أنه انتظر مكالمة سرية من نادي ريال مدريد عندما كان بعد انتهاء طبعا هو بعد انتهاء كأس العالم ذهب واستقر وين؟ استقر في مدريد بعد فسخ عقده وطرده من نادي مانشستر يونايتد. هم قالوا بالتراضي، ولكن نادي مانشستر يونايتد كنادي عظيم وعريق لا يقبل بأي شكل من الأشكال أن يهين لاعب مهما تكون قيمته، وبالتالي تم فسخ العقد هذا بين رونالدو وطرده من النادي. رونالدو ذهب وين؟ إلى مدريد واستقر في مدريد وبدأ بعد كأس العالم يتدرب في المركز التدريب فادي بيباس اللي تابع لريال مدريد، على أن ينتظر مكالمة هاتفية من الريال لعل وعسى يعود هذا اللاعب إلى بيت القديم ريال مدريد، ولكن ريال مدريد تجاهله تماما ولم تكن هناك أي نية لاستقطابه أو للتعاقد معه، وبالتالي اتخذ هذا الأسطورة قرار النهائي في أن ينضم إلى نادي النصر السعودي بعد المفاضلة ما بين العرضين الأمريكي والسعودي من نادي كانساس سيتي الأمريكي اللي يمكن هو الوحيد اللي تفاوض مع كريستيانو. كريستيانو رونالدو لاعب ذو شهرة عالمية كبيرة وسيكون طبعا محط أنظار العالم كله عندما يلعب في أي نادي، وبالتالي نادي النصر استفادة كبيرة من هذا الموضوع. اليوم نادي النصر ترند في العالم بعد أن وقع مع رونالدو وأصبح من أشهر الأندية العالمية، ولكن من الناحية الفنية رونالدو لن يضيف شيء إلى نادي النصر لأنه لاعب وصل إلى أعتاب 38 سنة، يعني تجاوز 37 سنة والآن دخل في 38 سنة، وبالتالي لا يستطيع أن يقدم من الناحية الفنية ما يساعد أي فريق على أن يكون رقم صعب في الدوري للعفية. طبعا ستحدث هناك بعض الإشكاليات مع الجهاز الفني، متأكد أنا من هذا الشيء. لماذا؟ لأن الجهاز الفني غارسيا ذو شخصية قوية في نادي النصر ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يفرض عليه لاعب أي شيء. لا، وأنا أعتقد أن غارسيا لن يستمر في نادي النصر، وهذا رأيي المتواضع اللي يمكن أتوقع ما سيحدث في نادي النصر بعد توقيع رونالدو. رونالدو مكسب، لكن هو ليس مكسب فني وإنما هو مكسب استثماري ودعائي لأي فريق ولأي دولة يذهب إليها، والسعوديين بطبيعة الحال اليوم هم عارفين هذا الموضوع، وبالتالي على ما يبدو أنهم وقعوا عقد
يعني يتيح لهم استغلال اسم رونالدو في كل المهرجانات أو في كل المحافل أو في كل ما يريدون أن يعملوا في المستقبل للدعاية والاستفادة من اسم هذا اللاعب الأسطوري الكبير.